كثير من الناس ما تعرف تعدل المحلول عندها في الخزان، فاحنا اليوم راح نراويكم الطريقة. أول خطوة هو أنك تبتدي بإضافة الماء إذا كانت كمية المحلول في الخزان قليلة. عقب نبتدي أول شيء بقياس نسبة الأملاح، لكن قبلها لازم نعرف إحنا الكمية المطلوبة عندنا في الخزان. فعلى سبيل المثال إحنا عندنا الكمية المطلوبة بين 700 إلى 800 ppm لأن نزرع الورقيات. مثل ما تشوفون النسبة أقل من 700، فبنحتاج نضيف محاليل. فبنضيف عندنا هنا محاليل الـ A والـ B، الكال والـ فيج، راح نضيفهم في الخزان. بنبتدي بإضافة كمية بسيطة من الـ A، بنحطها في الخزان وبنخلط. وبنفس الكمية راح نحط من الـ B ونضيفها في الخزان ونخلط. بعدها راح نرد نقيس نسبة الأملاح. مثل ما تشوفون نسبة الأملاح 780، فاحنا في النسبة المطلوبة. بعدها ننتقل للخطوة الثانية اللي هي قياس نسبة الحموضة أو الـ pH. نبتدي أول شيء بقياسة نسبة الحموضة عندنا في الخزان. بنبتدي بإضافة محلول الـ pH down أو خافض الـ pH. بتكون الكمية جدا بسيطة، بنضيفه وبنخلط، وبعدها بنرد نقيس مرة ثانية. مثل ما تشوفون هنا عندنا بين 6.2 لل 5.8 مثل ما شفتوا. الحين المحلول عندنا جاهز الخزان، ممكن نشغل نظامنا.